مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مجمل القول. نبدأ هذه الحلقة بالعناوين. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يطالب المجتمع الدولي باحتواء أزمة صافر. واشنطن تدخل على الخط شرقي المتوسط وأنقرة تسحب سفنها وتنفي أنها تتراجع. حياكم الله. في خزان صافر هناك مشكلتان أحلاهما مر، إما انسياب للنفط أو انفجار هائل. أظن أن أحداً لا يريد أن يرى ما حدث في بيروت يحدث مرة أخرى بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن. كارثة إنسانية بيئية بحرية قد تشل المنطقة بأكملها إن حدثت. اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يستميت ميدانيا من أجل إنقاذ الحالة الإنسانية اليمنية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاحتواء أزمة صافر. قنبلة موقوتة تعوم قبالة ميناء راس عيسى في الحديدة تنذر بكارثة إنسانية وبيئية. خزان صافر النفطي رهينة بيد الميليشيات الحوثية التي وإن ادعت اهتمامها بالإنسان فإن أفعالها تنفيه. مركز الملك سلمان للإغاثة طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة النفطية التي وصلت إلى حالة حرجة، مؤكدا أن الناقلة معرضة للانفجار في أي وقت بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ الانقلاب الحوثي. وبالتزامن مع المخاوف المحيطة بخزان صافر، أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير اتصالات هاتفية مع نظرائه في الإمارات والبحرين واليمن لبحث مستجدات الملف اليمني. تقارير إعلام يمنية كشفت عن وجود تسربات في خزان صافر مع استمرار إعاقة الحوثيين وصول خبراء أمميين لتقييم وضع الخزان وتفريغ حمولته من النفط، مما قد ينبئ ببدء العد التنازلي لأسوأ كارثة قد تحل باليمن السعيد. تحذير سبقهم به وزير الإعلام اليمني مطلع سبتمبر الجاري من تفاقم أزمة خزان صافر الذي يستخدمه الحوثيون كوسيلة ضغط دون النظر لحجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي سيخلفها انفجاره. الأمم المتحدة في بيان سابق حذرت من أي تسرب يحدث في خزان صافر وتداعياته على المنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها 30 مليون شخص في المنطقة، كما أن حدوث التسرب سيؤدي لإغلاق ميناء الحديدة عدة أشهر مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية اليمنية. مطالبات دولية بإنقاذ اليمن قبل وقوع الكارثة وتحذيرات خبراء ووزراء من انفجار القنبلة في الحديدة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم معي هنا في الاستوديو دكتور عادل مكنزي، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بك دكتور عادل. وينضم معنا في وقت لاحق الدكتور سامر الجطيل المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. نبدأ الحوار في هذا الملف لكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. أبدأ هذا الملف مع الدكتور عادل المكنزي. سؤالي في البداية، يعني لماذا كل هذا الاهتمام الدولي بمسألة خزان صافر؟ بسم الله، وشيء أحييك أستاذ محمد وحيي السادة المشاهدين. أخي محمد، نحن نتحدث عن قنبلة موقوتة ستلوث آلاف الأميال من الساحل البحر الأحمر. أنت تتكلم عن 1.5 مليون برميل نفط سيعزلون 115 جزيرة، ستلوث المياه الطبيعية في الساحل اليمني. سيتأثر من هذه أخ محمد والحقيقة الحديث اليمنيين أيضا، 128 ألف صياد يمني يعني يعيشون وأسرهم على صيد الأسماك. نحن نتحدث عن، ولذلك كانت المملكة العربية السعودية في غاية الانتباه والاهتمام للمصالح اليمنية، فرفعت هذا الأمر لمجلس الأمن في شهر يونيو، وطرح هذا ويعني مع الحكومة اليمنية الشرعية، ونوقش في مجلس الأمن وصوت عليه من قبل يعني أصدقاء المملكة العربية السعودية لخطورة هذا الأمر، ليس فقط على الإقليم بل على العالم، ملاحة العالمية. تكلم عن ممر باب المندب، وهذه كلها مخاطر يعني سيكون لها مترتبات ضخمة على الإنسان اليمني رغم ما يتعرض له هو في هذه المرحلة. طيب. وعلى الواقع الموجود في المنطقة. أنا أعتقد أنه الناقلة، على فكرة الناقلة هذه في حالة اهتراء من عام السبعينات يابانيا تم تشييدها، في 89 استخدمها اليمنيين، وهي لازم تكون هناك صيانة دورية لها، 5 سنوات لم يتم صيانتها. الصدأ ضرب هذه الغاز الخامل الآن غير موجود، وهذا يؤدي حتى في، طبعا الحوثيين يمنعون الفريق الفني، وهذه هي الحقيقة التي يضربون كل الأعراف والأخلاق والقيم، يمنعون الفريق الفني وهي على 7 كيلومترات من الحديدة، يمنعونهم من الوصول إلى هذه السفينة. الآن الإشكالية حسب الفريق الفني والمتابعين للأمر أنه أيضا التسريب وصل لتسريب الماء وصل إلى كابينة القيادة. نحن نتحدث الآن عن كارثة تقترب، وعن احتمال كان من شهرين احتمال أنها تغرق خلال شهرين يعني في هذه المرحلة. فالحقيقة الخطورة كبيرة، ليس بس فقط على الإقليم بل أعتقد على الملاحة العالمية. طيب، نشاهد ردات الفعل الدولية، المواقف الدولية، التصريحات الدولية حول ما يتعلق بمسألة صافر والتنديد والتهديد والوعيد. لكن السؤال الأهم، هل تعتقد أن المجتمع الدولي لديه الرغبة الجادة الحقيقية الفعلية بحل هذه الأزمة أم مجرد استخدامها شعاراتيا؟ أعتقد أنه المجتمع الدولي لم يعني تصل مرحلة الوعي الحقيقي بمخاطر هذه البلطجة التي يفعلها الحوثيون الإرهابيون في المنطقة، وأعتقد أنها ورقة إيرانية أيضا، ليس بعيد عن هذا الأمر أن إيران تستخدمها في المفاوضات مع أمريكا في هذا الصدد. لذلك عملية الضغط، وهذا هو الواجب على المجتمع الدولي في هذه المرحلة، الضغط على الحوثي لإتاحة الفرصة للفريق الفني وإعطاء الممر الآمن لهم للوصول إلى السفينة، والسفينة يحتاج لها ليس إصلاح وإنما تفريغ، وهناك سفن جاهزة لتعبئة النفط الموجود على السفينة لكي لا تحدث الكارثة التي سيتضرر بها الجميع. طيب، أذهب الآن إلى دكتور سامر الجطيل المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ينضم معنا الآن. أرحب بك دكتور سامر. أسألك بداية، يعني قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس، ما علاقة مركز للإغاثة والأعمال الإنسانية بناقلة نفط في الميناء على البحر؟ حياكم الله أستاذ محمد، أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم وأحيي المشاهدين الكرام. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو جزء من منظومة العمل الإنساني الدولي الحقيقة على مستوى العالم، والتي ناشدت بكل مكوناتها الميليشيات الانقلابية بالسماح بفرق الأمم المتحدة معاينة خزان صافر والسماح بالحقيقة إجراء أو القيام بإجراءات اللازمة. هذا أمر. الأمر الثاني الحقيقة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معني بشكل كبير جدا، واحد اهم اهدافه هو تخفيف معاناة الانسان والعمل على سد احتياجاته في اماكن الصراع والثوار.
وهذه لا سمح الله إذا حدثت هذه الكارثة كارثة حقيقة ليس فقط تؤثر على الإنسان لكن الإنسان والبيئة معه. حقيقة الأضرار المتوقعة بحد ذاتها تستدعي أن ترفع منظمات العمل الإنساني صوتها عاليا، وقد بدأت حقيقة مناشداتها من 2017 حتى الآن ولم ترفع هذه المناشدات وهذه الأصوات ابن صاغي من قبل الميليشيات التي يعني للأسف تستخدم هذا الحزام كورقة للتفاوض ومحاولة الحصول على أكثر ثلاثة ممكن. الأضرار المتوقعة في حال تسرب النفط تقرب الدول المطلعة على البحر لكارثة إنسانية وبيئية. بعض هذه الدول نعرفها جيدا فيها شاشة أصلا الوضع الإنساني، ومن حيث أولاً ضعف البنية التحتية، ضعف الموارد، وكذلك وجود لاجئين ومهاجرين كثر على أراضيها ولا يمكنها الحقيقة مواجهة هذه الكارثة. هذه إشكالية كبيرة جداً. يعني بعض الدول التي ممكن أن تتأثر بالإضافة طبعاً للسواحل اليمنية والسواحل السعودية ممكن تأثر السودان، إريتريا، جيبوتي، الصومال، ونحن ما تعاني هذه الدول الآن من هشاشة الوضع الحقيقة الإنساني الذي يتعلق بربما قطاعات إنسانية كثيرة من أهم الأمن الغذائي وكذلك المياه والصالح للشرب وكذلك قطاع الصحة والتعليم وغيره. طيب دكتور سامر، يعني ما نعرفه عن المركز كما ذكرت أن عمله ليس مختصا باليمن أو بعض المناطق المجاورة للمملكة العربية السعودية، وإنما كل المناطق المنكوبة كما يعرف نفسه المركز. بالحديث عن الدول المشاطئة للبحر الأحمر من الجانب الأفريقي، أنا أريد أن أستثمر وجودك الآن وأسألك عن الأزمة الأخيرة التي حصلت أو الكارثة التي حصلت في السودان، إن سمحت لي أن أسألك عن هذا الموضوع. يعني ما هو حجم المساعدات التي قدمها المركز أو التي قدمت للسودان عن طريق المركز؟ أستاذ محمد، نعم سوف أتطرق لهذا للحديث عن السعادات الإنسانية، لكن إذا سمحت على عذار أن أختم موضوع حجان صافر. الحقيقة أن الميليشيات الآن لا تعبأ بالنفط الموجود في صافر بحكم أن تراجع أسعار النفط، لكنها تستخدم ورقة مساومة للمجتمع الدولي للحصول على أكبر كما ذكرت أكبر منافع ممكنة. للأسف هي تستخدم الإنسان اليمني والبيئة حقيقة كرهينة تفاوض به الإنسانية على مستوى العالم في سبيل الحصول على ما تريد. أختم كذلك نقطة أخرى، للأسف أن الأضرار المتوقعة من جراء تسرب انفجار هذا الخزان ربما ستكون أكبر كارثة بيئية تحل بالعالم حسب ما أوضح المراقبون. من المتوقع أن تعرض 900 نوع من الأسماك تهدد بالخطر. توقع أن يفقد حوالي 850 ألف طن من الأسماك، والتي حقيقة يعيش عليها أكثر من 100 ألف صياد. نحن نتكلم عن 100 ألف صياد يعيلون وراءهم كل صياد ربما يعيل أسرة أكثر وأقل. إذا هذه كلها الحقيقة سوف تحدث كارثة ليس بيئية فقط، إنما كارثة إنسانية، وستضاعف الاحتياج الإنساني في المنطقة وتعقد الحقيقة الصورة أو المشهد الإنساني في المنطقة عموما. أما بالنسبة للسودان أستاذ محمد، إذا سمحت على وجالة، المملكة العربية السعودية من خلال الراعي الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والمال الإنسانية متواجدة في السودان منذ تأسيس المركز في 15 مايو 2015، من خلال وقدمت برامج في عدد من القطاعات من أهمها قطاع الإيواء، قطاع الصحة، قطاع المياه، قطاع التعليم، وقطاع الأمن الغذائي من خلال شركاء من الحقيقة المؤسسات والجمعيات السودانية الشقيقة. لذلك أمكننا أن نتحرك بشكل يعني سريع جدا بعد البدء الحقيقة بعد وجود الأنذار الحقيقة ضد الفيضان، واستطعنا أن نصل إلى كثير من الأماكن المحتاجة من خلال الشركاء. نحن نعمل الآن على المرحلة الإغاثة العاجلة على ثلاث قطاعات، قطاع الإيواء ومستلزمات الإيواء، قطاع الغذاء، وقطاع كذلك الصحة. هناك طائرة انطلقت بعد يومين من بدء الفيضانات تحمل 90 طنا من المواد الإيوائية وكذلك الغذائية، وحطت في الخرطوم. هناك طائرة أخرى الآن في طريقها يوم الخميس بإذن الله عز وجل للوصول إلى الخرطوم تحمل 90 طنا أخرى. هناك بإذن الله عز وجل جهود تذكر وتشكر.
نعم، جهود تذكر فتشكر. دكتور سامر الجطيل المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الملف. أعود لك دكتور عادل، ربما ذكر نقطة مهمة جدا الدكتور سامر، وهي أن هذه الأزمة لا تخص اليمن ولا تخص السعودية، وإنما كل الدول المشاطئة على تلك المنطقة بما فيها الدول الإفريقية التي ليس لديها البنية التحتية الجاهزة لمواجهة كارثة مثل هذه. أعتقد أنه ما سيحصل في صافر إن لم يتم تدارك الأمر من القوى الدولية بالأخص، ويعني الآن الآثار لن تكون محدودة في هذه المنطقة، ستؤثر على دول ليس لديها الإمكان، ولذلك التدمير سيتضاعف وسيؤثر وسيزداد رغم وجود جائحة الكورونا. الآن ستأتي كارثة أخرى ستدمر الفرص العيش لهذه المجتمعات الموجودة الآن على الشواطئ المشاطئة للبحر الأحمر. إشكالية الحوثي أنه يتعامل كالقراصنة، هو يتفاوض مع جريفيث مندوب الأمم المتحدة، تفاوض معه أن يأخذ النفط حتى يغذي الحرب الحاصلة الآن على الشعب اليمني. الإشكالية الآن أعتقد أنها الواجب على حتى الدول المحيطة في البحر الأحمر أن تبادر إلى أن يكون هناك تجمع متكامل للضغط الدولي على الحوثيين أن يتوقفوا من هذه البلطجة التي تحصل، وهذه القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت. رغم أنه وكيل الأمم المتحدة والمسؤول البيئي في الأمم المتحدة أعلنوا خطورة التسرب الذي قد يحصل وسيعدم الحياة البيئية البيولوجية الموجودة في المنطقة فيما يتعلق بالشعاب المرجانية الموجودة في كل هذه 300 نوع سيدمر. نحن نتحدث عن تلوث بيئي، عن 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 حتى التلوث اللي سيمتد إلى المياه النقية على الشواطئ التي يستفيد منها الإنسان اليمني وأيضا على الشاطئ الآخر. نحن نتكلم عن رغم جائحة كورونا وجائحة الجوع الذي تعرض لها أفراد الشعب اليمني بسبب الحوثيين، الآن ستأتي أمراض أخرى بسبب هذه الممارسات التي تحصل. بالحديث عن جريفيث والبعثة الأممية والمبادرات والمشاورات الماراثونية التي تجري الآن فيما يتعلق بالإعلان المشترك لجريفيث وأيضا فيما يتعلق باتفاق الرياض، إلى أين وصل اتفاق الرياض كما تقرأه الآن على الساحة؟ المملكة العربية السعودية وقيادتها للتحالف العربي سعت منذ أكثر من سنة في محاولة رأب الصدع بين الفرقاء اليمنيين، والله الحمد توج ذلك باتفاق الرياض الذي حضره قادة الدول في المنطقة في التحالف العربي ووقعه الفرقاء اليمنيين، وهناك بنود ومبادئ وهناك ترتيبات محددة دقيقة وهناك فريق عسكري يتابع هذا الأمر. تأخرت بعض الأمور لأن هناك من يريد أن يعوق هذه، وطبعا أخ محمد وأخو المشاهدين غرس الثقة بين الأطراف، يعني هي حقيقة الأطراف اليمنية هي المطلوب منها الآن أن تتآلف وأن توجد بينها وبين بعض شيء من الثقة، وهي موجودة بحمد الله بالتحرك الذي تم ومن خلال الضمانة السعودية الموجودة، لكن تحتاج من هؤلاء المزيد من الإيثار، المزيد من التعاطي المسؤول. الشعب اليمني ينتظر تنمية. التآلف أنا أعتقد تطبيق آلية تسريع اتفاقية الرياض الذي تم طرحها هي آلية يعني تساعد الأخوة اليمنيين الفرقاء في المجلس الانتقالي في الحكومة الشرعية في العمل عملية التسريع في عودة القوات إلى مواقعها، عملية تقاسم الوزارات الموجودة 24 أن لا تزيد عن 24 وزارة وأن تكون نصفها المجلس الانتقالي ونصف الآخر للحكومة الشرعية. كل هذه أعتقد الواجب على القادة اليمنيين أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذه المرحلة، وأن يعوا بأن الحوثي يستفيد من هذه الفرقة وهذا الفراغ وفي خلخلة الصفوف وفي التراجع في بعض المناطق. لذلك أعتقد أن الواجب الآن والمسؤولية الكبرى على الأخوة
الأخوة اليمنيين بأن يجلسوا على طاولة واحدة وأن يستمعوا إلى صوت العقل لقادة التحالف في التآلف وفي المضي نحو الهدف الأساسي وهو إبعاد الانقلابيين من صنعاء وأن تكون يمنا موحدة. شكرا جزيلا لك دكتور عادل المكنزي على إتراك الحوار في هذا الملف، وأدعوك للاستمرار معنا في الملف القادم. مشاهدينا الكرام، ملفنا القادم نتحدث فيه عن شرق المتوسط، حيث يبدو أن ما حدث هذا الأسبوع هو نقطة تحول بالزيارة الأمريكية إلى قبرص، وفي شرق المتوسط تركيا تنسحب لكنها تقول أنها لن تتراجع. ملف ساخن نناقشه في الجزء الثاني من هذه الحلقة، لكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، زيارة أمريكية إلى شرق المتوسط تلاها ما بدا أنه تراجع تركي بعد صولات وجولات تنقيبية، واليونان ترحب بكل هذا. معركة شرق المتوسط الهادئة لا تزال محل كر وفر لكل القوى هناك، ولا يزال فتيل التوتر لم ينزع بعد. تراجع تركي في شرق المتوسط بعد الضغوط الدولية والتلويح بفرض العقوبات عليها جراء سلوكها في المنطقة. عادت سفينة التنقيب أوروكريس أدراجها إلى ميناء أنطاليا جنوب تركيا بعد إرسالها للتنقيب عن الغاز في مياه شرق المتوسط منذ يوليو الماضي. اليونان اعتبرت انسحاب السفينة أمرا إيجابيا، فيما أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن أمله في بدء حوار مع تركيا في مناخ خال من الاستفزازات تمهيدا لتحسين العلاقات بين البلدين. من جانبها وصفت قبرص بأن الانسحاب خطوة نحو الاتجاه الصحيح، وكانت فرنسا العضو في الاتحاد الأوروبي قد شددت على ضرورة احترام تركيا لسيادة الدول الأوروبية في المنطقة، بينما أعربت واشنطن عن قلقها من استفزازات أنقرة داعية الأطراف كافة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة. وكان التوتر قد بلغ ذروته في شرق المتوسط بسبب مطالبات تركيا واليونان وقبرص بأحقية كل طرف في المناطق البحرية الغنية بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى إلى حشد القوى العسكرية من جانب الأطراف المتنازعة قبل إعلان تركيا انسحاب السفينة. لمناقشة هذا الموضوع يستمر معي هنا في الاستوديو الدكتور عادل المكنزي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود، وينضم معنا من واشنطن الأستاذ إيلي يوسف المحلل السياسي. أبدأ معك أستاذ إيلي من واشنطن، سؤالي عن زيارة بومبيو بالتحديد إلى شرق المتوسط إلى قبرص، هل كانت هي نقطة التحول أو ستكون نقطة التحول في قابل الأيام أم لا؟ مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد أن الزيارة، زيارة بومبيو بحد ذاتها ليست هي القضية الأساسية. الموقف الأكبر الذي يجري التعبير عنه هنا في واشنطن هو يعني التهديدات التي صدرت عن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وخاصة من الحزب الجمهوري، وعلى وجه التحديد السناتور ولاية ويسكونسن المقرب من الرئيس ترامب مباشرة راين جونسون، عندما طالب إدارة رئيس ترامب بأن تعمد إلى نقل قاعدة إنجرليك الجوية الكبرى التي يعني الموجودة على الأراضي التركية، ونحن نعلم أن هذه القاعدة هي من أهم القواعد العسكرية الأمريكية، وخصوصا أنها تحوي أسلحة نووية. وبالتالي يعني ما تؤشر إليه هذه المعطيات أن هناك يعني ما يمكن وصفه بأنه بداية تغيير في اللهجة الأمريكية تجاه تركيا، بما أنه كما نعلم أن الضمانة أو الضامن الأساسي للرئيس التركي أردوغان هو علاقته الشخصية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي التي تحمي تركيا في هذه الفترة
من يعني الغضب الذي تشهده أروقة، ليس فقط يعني الإدارة الأمريكية، سواء كنا نتحدث عن الخارجية أو عن وزارة الدفاع أو عن وزارة العدل، لكن أيضا مجلس الشيوخ بشقيه، يعني الشيوخ والنواب. وبالتالي الموضوع يعني بات يعني في مرحلة يمكن وصفها بأنها مرحلة فعلا شديدة التعقيد. طيب بين في العلاقة ما بين واشنطن وأنقرة. أستاذ إلي، ذكرت بأنها بداية تغيير اللهجة الأمريكية تجاه تركيا، أريدك أن يعني تشرح لي بالتحديد، هل انقلب الموقف الأمريكي مؤخرا من أنقرة، أم أن هذا الموقف الثابت منذ زمن لكن المتغير هو الفعل على أرض الميدان؟ في الواقع يعني لا يمكن أن نقول أن العلاقة انقلبت 100%. نحن نشهد تغيرا في اللغة السياسية، في لغة التخاطب ما بين إدارة الرئيس ترامب وتركيا، لكن كما كنت يعني أشير قبل قليل، الضمانة الوحيدة التي تمنع هذه الإدارة من أن تتخذ يعني موقف شديد من تركيا هو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نحن نعلم إذا يعني إذا راجعنا شريط العلاقات الأمريكية التركية على امتداد على الأقل 5 سنوات الأخيرة، نشهد تراجعا في كل الملفات، وصولا يعني بدءا من قضية وضع في سوريا إلى العلاقة مع الأكراد إلى مستقبل الأزمة في سوريا وكيف ينظر إليها، علاقة تركيا مع روسيا، مسألة الأسلحة الروسية S-400 وإلى آخره، كلها هذه عوامل لعبت دورا كبيرا. نعم أستاذ إلي، لو تخيلنا أن ساكن البيت الأبيض غير ترامب، كيف كان سيكون الموقف الأمريكي إذن بدون وجود الرئيس الأمريكي، إذا كانت كل المؤسسات الأمريكية تتجه باتجاه واحد؟ دعني أشير فقط بهذا الموضوع تحديدا، إذا حتى لو تم إعادة انتخاب الرئيس ترامب كما يعني تشير المعطيات حتى هذه اللحظة بأن حظوظه قد تكون لا تزال قوية، حتى لو عاد الرئيس ترامب وجدد له في 4 سنوات مقبلة، أعتقد هناك تغير حكما سيحصل في موقف الرئيس ترامب بعلاقته بأردوغان. على الأقل هذا ما نسمعه من الدوائر المقربة من الرئيس الأمريكي بنفسه هنا في واشنطن. وفي حال خسر الرئيس ترامب هذه الجولة، جولة الانتخابات، وجاء جو بايدن المرشح الديمقراطي، أعتقد ستكون حظوظ تركيا أصعب بكثير. نحن نعلم أن الموقف الديمقراطي أو الحزب الديمقراطي من تركيا يشهد توترا منذ ما قبل مجيء ترامب، عندما كان الرئيس السابق باراك أوباما نحن نعلم كانت العلاقات معه بينه وبين الرئيس التركي في أسوأ حالاتها، وبالتالي ما قاله بايدن على الأقل قبل يعني قبل بضعة أسابيع قال بشكل واضح أن علاقته بتركيا ستكون متغيرة تماما، وخاصة في علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكن إحدى المآخذ أعتذر على مقاطعتك، لكن إحدى المآخذ التي أطلقها ترامب ضد المرشح الآخر أنه قال أنه رجل هادئ، يقصد بايدن، أنه رجل هادئ ورجل لا يحسن التصرف ولن يستطيع أن يتصرف مع رئيس مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إذن هل تصف بالتحديد هذا المشهد؟ أنا أعتقد يعني هذا وصف يستخدم، وهذه تعبير عادة ما نشهدها في الانتخابات الرئاسية، من الطبيعي أن يصف الرئيس الأمريكي خصمه جو بايدن بهذه الأوصاف. لكن دعني أشير إلى نقطة أساسية ومهمة، الرئيس بايدن وحتى الرئيس ترامب، هناك مجموعة من المستشارين السياسيين والخبراء الذين يحيطون بهم. الرئيس بايدن إذا تحول إلى رئيس، هو كان نائب رئيس، يعني هناك مجموعة من المستشارين يعني يطلق عليهم صفة الصقور تجاه علاقتهم بتركيا. على الأقل يعني حتى لو كان بايدن هو كما يصفه الرئيس ترامب حاليا، أنا لا أعتقد أن يعني مجيء كامالا هاريس كنائبة رئيس وهل هؤلاء المستشارين الذين أتحدث عنهم، أنا لا أعتقد أن حظوظ تركيا وخاصة حظوظ أردوغان ستكون جيدة مع بايدن أكثر من من ترامب. آتي إليك دكتور عادل، كيف يغير المشهد دخول الولايات المتحدة الأمريكية في أي قضية، إما أن تكون شرق المتوسط أو حتى لو قلنا صافر في ملفنا الأول أو أي ملف، أي توازن تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية لأي قضية تدخل طرفا فيها؟
بلا شك احنا نتحدث اخ محمد، اول شيء احيي الزميل من واشنطن واحيي الساده المشاهدين مره اخرى. نتحدث عن اكبر دوله في العالم ذات قوه اقتصاديه، قوه عسكريه مهيمنه، علاقات كبيره في هذا العالم، ولذلك اعتقد ان تدخلها سيكون حاسما في كثير من القضايا عندما تكون هناك اراده سياسيه نحو اتجاه معين. امريكا أعطت أعتقد أنه فرصة للاتحاد الأوروبي لمعالجة الأمر في الشرق المتوسط أو في الوضع الحالي الآن بين اليونان وتركيا، إلا أنه الاتحاد الأوروبي نفسه لم يكن باتفاق واضح، رغم أنه في اليورو المتوسطي اجتمعت 7 دول من المطلة على البحر المتوسط الأوروبية من الاتحاد الأوروبي، واتفقوا على التنديد على الممارسات التي تتم من قبل تركيا في البحر المتوسط. بربط الموقف الأمريكي بالاتحاد الأوروبي، الرئيس ماكرون يبدو أن تصريحاته تقول بشكل أو بآخر أنه ولا زمن اعتماد الاتحاد الأوروبي على واشنطن كحليف. أعود لسؤال الأول مرة أخرى، هل لا زالت واشنطن حين ترمي بثقلها في أي ملف تحمل ذات الثقل، تحمل ذات القوة التي كانت تحملها في السابق؟ أتوقع ذلك. أمريكا لا زالت بقوتها وبحيويتها، وخصوصا مع الاتحاد الأوروبي كشريك وحلف الأطلنطي، وأيضا مع تركيا باعتبار هناك قاعدة كبيرة وأيضا هناك شراكة كبيرة لا زالت بين الطرفين. لذلك أعتقد أنه بومبيو بمجيئه إلى قبرص وبرفع الحظر الموجود من 30 سنة تقريبا على قبرص في الأسلحة، هذا كلها إشارات ورسائل، طبعا هي رسائل مزدوجة أخ محمد والأخوة المشاهدين، هي إلى روسيا لأن روسيا بدأت تدخل، وإلى تركيا أيضا في نفس الوقت. وعلى فكرة أمريكا من السنة الماضية أطلقت تحذير الاستفزاز التركي للجيران، وإحنا نتحدث عن أردوغان أخ محمد، إحنا نتحدث عن شخصية شعبوية، هو الآن يمارس يبدو لي أجاد الحرب الكلامية بالداخل، فهو يمارس الحرب الكلامية أيضا حتى يتقدم خطوتين ثم يرجع خطوة إلى الوراء. أنا أعتقد أخ محمد الوضع الحالي والخناق الذي زاد على تركيا وخصوصا اقتصاديا وسياسيا، على فكرة فقد حلفاء وفقد أصدقاء في المنطقة فأصبح مطوقا، هو الآن يريد أن يلفت الأنظار من الداخل التركي وخصوصا هو عينه على الانتخابات القادمة إلى الخارج، خصوصا في ما تحدث عنه بعض مراكز الأبحاث عن تراجع الشعبية خصوصا في المراكز التي كانت يهمن عليها حزب العدالة والتنمية. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الجزء الأخير من الحوار في هذا الملف. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الملف الذي نناقش فيه ما يحدث شرق المتوسط. أعود لك دكتور عادل، كنت تتحدث قبل الفاصل عن الحروب والتصريحات الكلامية، وأستذكر في هذه اللحظة حديث الرئيس رجب طيب أردوغان حينما قال موجها حديثه للرئيس الفرنسي بأن ما تقوله سينقلب إلى معركة شخصية معي أنا. لماذا يتم شخصنة الأمور بهذه الطريقة رغم أنها مواضيع سيادية بين الدولتين؟ هو عادة أي شخصية تظهر أمامه يحاول أن يحجم هذه الشخصية حتى على صعيده الداخلي الحزب وبعض الشخصيات الكبيرة وأيضا حتى في الشخصيات الأخرى، فعملية الشخصنة عنده عالية جدا جدا في التعامل حتى مع الرؤساء. ولذلك الإشكالية أخ محمد أنه الآن تركيا وقعت في عدد من المآزق، تتكلم عن العراق، تتكلم عن القصف الذي حصل والتدخلات، تتكلم عن
ليبيا، تتكلم عن سوريا، تتكلم الآن عن حوض البحر المتوسط. أنا أعتقد أنه هو يجيد التلاعب بالأزمات والتوترات حتى يحاول أن يجني بعض الأوراق التي تربحه. طيب أذهب الآن إلى الدكتور محمود أبو طالب الكاتب الصحفي السياسي الذي ينضم معنا الآن عبر الهاتف. سؤالي لك دكتور محمود، يعني فيما يتعلق بهذه الأزمة بالتحديد، إذا نظرنا إليها من ناحية حلف شمال الأطلسي، كيف يراقب هذا الحلف ما يحدث الآن، خصوصا وأن جميع الدول الداخلة، جميع الدول الأطراف، إن تحدثنا عن اليونان أو عن تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، هي أعضاء في حلف شمال الأطلسي؟ مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. أنا أتفق تماما مع معظم ما قاله الضيوف. يعني أردوغان للأسف الشديد يجر السياسة التركية إلى مزيد من التوترات، خسارة كثير من الحلفاء، وكسب مزيد من لم نقل الأعداء، على الأقل من لا يتفقون مع السياسة التركية. وبالفعل الخطاب الذي يمارسه أردوغان الآن هو ليس خطاب رجل دولة، هو خطاب شعبوي، ويزعم بطولات، وفي النهاية يعني نكتشف أنه جبر من ورق. تركيا لوحدها لا تستطيع أن تواجه كل هذه المواقف الدولية. في النهاية هناك سياسات دولية، في النهاية هناك مجتمع دولي، في النهاية هناك مصالح دولية، هناك بؤر متوترة. العالم أو الدول الكبرى، وحزب الناتو أو الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كلها دخلت على خط الأزمات التي أثارها أردوغان في شرق المتوسط أو في أماكن أخرى. ولكن في النهاية نكتشف أنه لا يثبت على مواقفه. فمثلا عندما صرح وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بأن أمريكا تشعر بالقلق من تحركات تركيا في شرق المتوسط، وعندما بدأت مناوراتها المشتركة مع اليونان، قامت تركيا بسحب سفينة التنقيب من المنطقة المتنازع عليها وانسحبت فورا. نتذكر أيضا تصريحا جديدا مثلا لمسؤول تركي كبير عندما تحدث مثلا أن تركيا تحترم مصر وتحترم الجيش المصري وتعتقد أنه جيش كبير وعظيم في الوقت الذي هي تثير المشاكل في الجوار المصري. فباختصار شديد تركيا أزمت علاقتها مع الجيران ومع كل المحيط. وفي النهاية سيدي الكريم، المناطق المتنازع عليها لا يجب أن تتصرف فيها أي دولة طرف فيها، هناك قانون دولي، هناك مرجعيات. طيب إن سمحت لي دكتور حمود، إن سمحت لي دكتور حمود، بالحديث عن التصريحات التي دارت خلال هذه الأيام، خلوص أكار وزير الدفاع التركي قال بأنه ليس انسحابا تركيا وإنما تراجع لبعض الوقت، أو علل ذلك بطريقة أو بأخرى. له تصريح آخر الأسبوع الماضي حين قال بأن فرنسا لا علاقة لها بما يحدث شرق المتوسط، وليست دولة مشاطئة لكل ما يحدث، ومن المفترض ألا تتدخل طالما أنها ليست محاذية بحدودها وبمصالحها. أليس محقا وزير الدفاع التركي بهذا؟ لا أعتقد. أولا هذه اللغة هي ليست لغة سياسي محترف. لا يجب أن يقال عن دولة مثل فرنسا بحجم فرنسا وبتأثير فرنسا مهما كان، لا، هذه ليست من أدبيات السياسة بمثل هذا القول. ثانيا نعرف هناك تراجعات كثيرة، دائما ما تصرح تركيا عبر مسؤولها بتصريحات ثم تتراجع عنها بعد فترة عندما تشعر بأن هذه التصريحات مستفزة لدول كبرى، وعندما تشعر بأنها ليست قادرة على تنفيذ مثل هذه التصريحات أو مثل هذه التوعدات أو مثل هذه التهديدات. والدليل على ذلك ما نشاهده الآن. فبالتالي تركيا تسعى إلى مزيد من التأزيم. شكرا لك دكتور حمود. نعم. وأيضا تسعى إلى تأزيم علاقاتها مع الجوار ومع غير الجوار. طيب شكرا لك دكتور أحمد أبو طالب الكاتب الصحفي السياسي. أذهب الآن مباشرة إلى واشنطن مع الأستاذ إيلي يوسف. سؤالي لك عن الولايات المتحدة الأمريكية، الكل كان يتوقع أن تحركها سيرجع أو سيتم إرجاؤه إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية بعد تقريبا 9 أو 10 أشهر من التحركات التركية في شرق المتوسط تقرر الدخول في هذه المعمعة قبل الانتخابات بشهر. أريدك أن تشرح لي دلالات التوقيت لتحرك واشنطن.
يعني لا شك يعني هذا التحرك في هذا التوقيت بالذات يهدف إلى تسليط الضوء على أيضا على جانب من جوانب السياسة الخارجية التي تريد إدارة الرئيس ترامب أن تظهرها للناخب الأمريكي بأنها منخرطة في كل ما له علاقة سواء بأزمات يعني أزمات المنطقة أو أزمات العالم بشكل عام، طبعا بعد الاتهامات التي وجهت لها بأنها تحاول الانسحاب من كل هذه المعمعات، وبالتالي يعني قد يكون في جانب منه له علاقة بالصورة الانتخابية التي يرغب رئيس ترامب أن يقدمها للناخب، لكن من ناحية أخرى هي أيضا تعكس هذا الحذر الذي كنا نحاول أن نصفه. وبالمناسبة هناك كان تهديدات على ما يبدو والأمريكيون كانوا مطلعين عليها، عندما هدد أردوغان الرئيس الفرنسي شخصيا هي رسالة بأنه قادر على تحريك أيضا الداخل الفرنسي، هذا وجه الخطورة الذي أدى إلى هذا التحرك السريع من قبل الولايات المتحدة. تركيا كقوة إقليمية قادرة يعني ترى نفسها قادرة على أن أيضا تلعب حتى في الداخل الفرنسي، وهذا أمر طيب. خطير جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. هذا كان من بين الأسباب التي أدت إلى هذا التدخل الأمريكي السريع في هذا الموضوع. بالحديث عن الاتحاد الأوروبي والداخل الفرنسي وغيرها، اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في 24 تقريبا بعد أقل من 10 أيام، كيف تقرأ ما سيدور في هذا الاجتماع إن كان سيتطرق بشكل كبير إلى شرق المتوسط؟ سؤال لي أنا؟ أي تفضل سيد يوسف. أعتقد أن هذا الاجتماع يعني وظيفته بشكل أساسي عليه أن يقدم أو أن يصيغ موقفا موحدا تجاه تركيا. الجميع يشعر ويستشعر بالخطر الذي تمثله تركيا أو بالأحرى سياسات تركيا التي يحملها هذا الرئيس. إذا لم تتمكن الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي بأن يصيغ موقفا قويا تجاه السياسات التركية، أعتقد أن الأمر قد يتحول إلى مأزق آخر. كنت أشير قبل قليل بأن تركيا تهدد بشخص رئيسها بأنها قادرة على التلاعب في بعض الدول الأوروبية، وهذا أمر حقيقي. نحن نعلم الدور الذي تلعبه ولعبته تركيا بعلاقاتها مع الجماعات المتطرفة والجماعات الإسلامية المنتمية لخطها السياسي، وبالتالي هذا أمر خطير جدا إذا لم يتم استدراكه. أعتقد أن الأمور قد تتجه إلى يعني أمكنة أكثر خطورة. نعم، من واشنطن الأستاذ السيد إلي يوسف المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا في هذا الملف. الشكر بالتأكيد موصول هنا في الاستوديو للدكتور عادل مكنزي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود. الشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي بكم بإذن الله في حلقة الغد، ابقوا في أمان الله.